قبل الاتصال كنت حضرتك بتتكلمي عن الست اللي مش بتعمل قوامه للرجل. في الدين دايما الرجل سابق بخطوه. لكن مع الاسف الا من رحم ربي ستات كتير بتبقى عندها نديه وكبر. ايوه صحيح. انا كلمتي هي اللي هتمشي. مع ان الرجل هو سيد القرار في البيت. فاحنا محتاجين اللي احنا بس ايه نعرف الست ازاي ما تبقاش عندها النديه والكبر ده. اللي في الاخر طبعا بيؤدي الى خراب البيت. طبعا زي ما اصلنا وقلنا ان الرجل هو صاحب القوامه في البيت. يعني هو القائد وهو صاحب الكلمه، ولكن عليه برضو ان يتشارك مع زوجته في امور الحياه. وان هو يعمل لها شأن وقيمة، ان هو يعني يتقي الله فيها لانها شريكة حياة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امنا ام سلمة فاشارت عليه لما كان متضايق من موقف الصحابة ان يخرج امام البيت ويحلق، واذا رأوه يفعل سيفعلون كما فعل. فقال لها فكرة فعمل كده فتبعه الصحابة وخلص الموقف وعدى بمشورة ام سلمة رضي الله عنها. وبالتالي المرأة برضو لابد ان هي يكون لها كيان، يعني ما جيش اتعمد تحقيرها وتهمشها. اني احرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فيعني لازم انت اخذتها من بيت ابوها وهي متدلعة واخدة حقها وكذا وكذا، فما تجيش تهين في البيت او تحقر. ثانيا عليك ان تكون صاحب حكمة في المعاملة حتى ولو بالكذب. صحيح. بمعنى ان هي لو قصرت حتى في شيء بين ان انت لا ما فيش تقصير، هو انت بتكذب ولكن انت بتطيب خاطرها. الكذب على الزوجه في هذه المسائل تقول لك مثلا انا شكلي وحش، لا والله انت كويسه وكويس، بس يعني لو تعملي كذا، بس هو ممكن يكون مش راضي عن شيء معين. صحيح. فيتغافل عنه. كذلك المراه اللي بتعند، والمرأة اللي هي بتكون عايزة تحكم عقلها وتاخد قرارها وتعمل لنفسها شخصية أو بتدي ودانها بقى للناس. أيوة. أنت صحيح. لازم تكوني صاحبة كلمة. لو تنازلتي هتفضلي تتنازلي على طول. وأنا يعني أهل بأسف الخير. أهل لبعض الخير. الحموات الأمهات اللي بيقعوا في هذه يقعن في هذه المشكلة. إن اوعي مش كل حاجة تقولي حاضر، لازم يبقى لك شخصية، لازم الله يكرمك ابعدي عنها وخليكي في حالك عشان خاطر تقدر تفتح بيتها. انت لو نشزتي، وده اسمه في القرآن النشوز، نشوز المرأة اللي هو العند، اللي هو عدم سماع الكلام، اللي هو عدم الطاعة، ده له عقوبة ربانية ربنا أوجدها في القرآن. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. يبقى الراجل يكون حكيم، يبدأ بالموعظة الحسنة. أصل حضرتك داعية في بيتك، زي ما حضرتك كده، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته اللي هي زوجتك وأولادك ومن تعول. أنت راعي فلا بد أن تكون حكيما وداعية، تنصح وتعظ وتقول الكلام اللي يعني هتأخذ بيد الزوجة بي إلى طاعة ربنا. إنما تتعمد أن أنت تغلطها وتوقعها في غلط وتسيبها وقع في الغلط وتسيبها فهمة غلط ومقتنعة بأشياء غلط، يبقى وظيفتك إيه في البيت؟ بالنسبة للاقتناع بقى، ممكن اللي هو يتخانق معاها ويسيب لها البيت ويمشي، بيسيبها للشيطان، يعني أفكار شيطانية. أو يقول لها روحي عند بيت أهلك فيسيبها بالأيام. ما هو ده بيخلي الست فكرها يجي في حاجات كتيرة مش صح. أحسنتي. هو الأمر ممكن يحتمل يعني موقفين بالشكل ده. أنا ممكن مع عصبية الزوجة ومع الصوت العالي ومع حدة الكلام ومع الأمور وصلت خلاص اللي إحنا هنمسك في بعض، من الحكمة إن أنت أخرج شوية وارجع. أخرج شوية، مش ياخد شنطة هدومه. صحيح. حضرتك ما ينفعش، لا يجوز أصلا إن هو يترك البيت حتى لا يدع مجالا للشيطان، ولا يجوز لها إن تسيب البيت. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. صحيح. يعني الأمر صعب، مش صحيح. مش بالسهولة. مش عشان إشكال ومشادة كلامية أسيب البيت وأمشي. وده حال بعض الرجال للأسف السلبي، بيسيب البيت ويمشي. طب ما حضرتك ما انت سبتها كده الشيطان هيقعد بقى، انت فاكر ان انت كده هتهديها؟ لا بالعكس، انت كده مش بتهديها، انت كده غير حكيم في تصرفك. لازم تدي فرصة لو هتخرج وترجع، بس ايه يبقى في لحظة اذا غضب احدكم فليصمت، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. معناه ان انت خرجت سكت شوية ورجعت، هي هديت رجعت نفسها، شافتك رجعت فرحت قالت الحمد لله، طب نبدأ نتكلم تاني، طيب ممكن ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده اصلا، طيب احنا ايه اللي خلانا نتطرق لهذه المسائل، الكلام فيها مش هيفيد، طيب انا اسفة، طب انا اسف، شفت
ده صحيح. هيكون الوضع حوار راقي صحيح. لكن انما اسيب البيت وامشي، طب ما حضرتك انا اسف لو جالها تليفون بالليل وسمعت كلام جميل من حد من كلاب الليل، هتعمل ايه؟ هتبقى انت اللي شايل الوزر عشان انت عطتها فرصه. ودائما ما يحدث هذا الامر، هتبص تلاقي فلان يعرف ده ساب البيت وقعد يبقى يلف ويحوم حوالين البيت عشان خاطر سقطات حضرتك، تكون انت سبب في هذه الايه المصائب الكبيره. هو كمان لو هي سابته في البيت وراحت عنده هو كمان صحيح. هيسقط في طبعا هذا الدم. عشان كده بقول مفيش حاجه اسمها نسيب البيت ونمشي، مفيش حاجه اسمها اخد شنطتي واروح بيت ابويا، مفيش حاجه اسمها انا هتصل باخواتي يجي يقطعوك، مفيش حاجه اسمها ان انا هسيب البيت بقى عشان خاطر ايه اشوفك هتعملي ايه من غير راجل، ده انت كده مش راجل اصلا. وبالتالي الحلول دائما الوسط. ربنا سبحانه وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. طيب ما جاتش بالموعظه فاهجروهن. الهجر فين؟ العلماء بيقولوا جوه البيت، مش حضرتك مش بره البيت مش تاخد شنطتك وتمشي. الهجر جوه البيت، بل العلماء بيقولوا في نفس الغرفه اديها ظهرك، بس هي تستشعر الامان وجودك ان انت جوه البيت. طيب ما فيش والهجر برضو ما جابش نتيجه، ما اصل في شخصيات للنساء ولا حول ولا قوه الا بالله عجينه غريبه، وده سبب معظم البيوت الخربانه في مصر او في العالم كله. ان الست لما العند بتكون يعني جواها وشيء مش راضي يعني يخرج منها خلاص، هي بتكون سبب في خراب البيت. ربنا بعد كده بيقول فاضربوهن. طيب الضرب ايه بقى؟ ما هو الضرب مش الضرب بقى لا ضرب يعلم ولا يترك اثر ولا يكسر مش عارف. ده وصفوه ضرب بالسواك. لا ده في رجاله تقول لك الدين امرني ان انا اضربها. ما هو فاهم غلط، فاهم الدين غلط. هو يمكن اصلا مش عارف حاجه في الدين وماسك في دي. انا مش الشرع مش القران بيقول اضربوهن. اسهل حاجه بالنسبه للاسف مش بيتبع الطرق الشرعيه. فين؟ طب انت وعظت، طيب هجرت هجر جميل في البيت، العظه تبقى قد ايه؟ الموعظه حسب طاقه الرجل، حسب ما هو عارف معدن الست اللي قدامه. اصل هي مش شيطانه، فلابد ان هو يعلمها ويفهمها، لابد ان هو يتقي الله فيها، لابد ان هو يكون معاها انسان. يعني انا اسف في الكلمه، لما الزوجه تسمع زوجها بيتكلم مع واحده في الشارع او في الشغل هيلاقيه بتلطف، وازاي حضرتك ايه ده؟ طب ما تتكلم معايا انا كده. هو بتستغرب صح، بيهزر مع اصحابه بيضحك، تقول ايه ده بيضحك، احنا عمرنا ما سمعناه بيضحك في البيت. ما بيبتسمش. طب ليه؟ ما هو ده صفات غريبه. فعشان كده بنقول ما تبقاش انسان ظالم. شوف ربنا في امره لما بيقول لك واضربوهن، الضرب ما يكونش مبرح، ما يكونش يترك اثر، مش بكابل الكهرباء ولا بالشومه ولا بالحزام ولا زي ما بيصنع بعض الرجال. ربنا سبحانه وتعالى بيكمل لك الايه وبيقول لك فان اطعناكم، لما يسمعوا الكلام فلا تبغوا عليهن سبيلا. اوعى تكون ظالم، لان انت لو بقيت ظالم ان الله كان عليا كبيرا، ربنا مش هيسيبك. يبقى ده تهديد للراجل عشان خاطر لما يلاقي زوجته رجعت عن غضبها، سمعت الكلام، بدات تطيع الزوج، خلاص يبقى انا كمان ما بقولش بس ده هي مش هتيجي غير بكده، وعلق لها الكرباج وهددها، والله اقوم اقصر واعمل ليس برجل من يفعل هذا الأمر، إنما من يتقي الله في زوجه صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له السعادة ويبعد عنه شياطين الإنس والجن. بعدين بيحصل كسر في قلب المرأة، ما يعني عمره ما بيلتئم. أكيد أكيد، لكن أنا بقول برضو الأمر بيعزو إلى الزوجة. الزوجة لو حكيمة مش هتضطر الرجل أن يتصرف أو أن هو يخرج عن طوره أو غضبه.